عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأحال رئيس مجلس الشيوخ طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة مختصة لإعداد تقرير بشأنه. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق شهدت استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في إطار هذا التوجه المصري لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضارية وسكانية في هذه المناطق. امتلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية شاملة لمنطقة قناة السويس باعتبارها قاطرة للاقتصاد الوطني، فكل التحية والتقدير لهذه الرؤية التي جعلت من الحلم حقيقة ملموسة على شاطئي قناة السويس. نتحدث على موضوع يعتبر من أهم القاطرات الاقتصادية اللي احنا كلنا عاقدين الأمل عليها، والدولة لم تبخل في أي أطر تشريعية لتحفيز هذه المنطقة وجذب الاستثمارات. لذا أنا بطلب الاستيضاح من السادة ومن الحكومة ومن السادة مسؤولي المنطقة عن ما هي الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تمنع أو تعيق جذب الاستثمارات. وخلال الجلسة أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المنطقة تستهدف التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دولا بعينها في الترويج لتلك الاستثمارات. هذا وقرر مجلس الشيوخ إقفال باب المناقشة وإحالة طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة مختصة لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.